أبدأ مع الدكتور إيهاب. دكتور إيهاب، يعني كباحث إنساني واقتصادي وسياسي أيضا، ما هي قراءتك للدوافع لهذه الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق النساء اليمنيات؟ ما الأيديولوجيا التي تنطلق منها وللمرأة اليمنية مكانتها في المجتمع اليمني؟ أولا شكرا على الاستضافة. وعندما نأتي ونتحدث عن يعني المرأة في اليمن، لابد أن نتحدث عن الجريمة ككل التي حدثت في اليمن، وهي الانقلاب الحوثي الغاشم الذي جعل من الشعب اليمني رهين لثلاثي الفقر والجوع والجهل. هذا الأمر ظل الحوثي يعني يدعمه ويجعله يتنامي حتى يستطيع الاستمرار في حكم اليمنيين في مناطق سيطرته. الأمر طبعا عندما يحدث ذلك يقع على اليمنيين ككل، ولكن هناك الفئات الهشة والتي هي المرأة والطفل في أي مجتمع، ليس في المجتمع اليمني وحده، يعاني أكثر مما يعاني الرجال. المؤشرات في التنمية، في الإغاثة، في الجوع، لابد أن تقاس على مستوى يعني معيشة الأطفال أو يعني سوء التغذية الذي يصيب الأطفال والأمهات الحوامل. هناك أكثر من 320 امرأة لا يستطيعون الوصول للخدمات الصحية الإنجابية، أكثر من 48 ألف امرأة قد يموتون بسبب عدم القدرة على الوصول للمساعدات الصحية. القضايا التي تمس المرأة يعني بالمقام الأول هي تمس الطفل أيضا وتمس المجتمع بشكل كامل، ولذلك المواثيق الدولية والأمم المتحدة جعلت من مراقبة انتهاكات حقوق المرأة في أي مجتمع مؤشر خطير لما يحدث في هذه المنطقة الجغرافية التي يسكنها البشر. تبدأ من إلحاق الضرر الذي يعني يلحق بالأمهات والأطفال بشكل بأشكال مختلفة، مثل ما قلت سوء التغذية وأهمها يعني والخدمات الصحية. ثم تعاني المرأة خاصة في اليمن وهي مرأة عاملة وفي الأرياف ومثلا في الساحل الغربي وغيرها من الإصابة بالإلغام، وهذا الأمر ألحق الضرر بعدد كبير من النساء خاصة في الساحل الغربي، وهم أمهات وبعضهم يعني فقدوا حياتهم وتركوا أولادهم أيتام. أيضا الاحتجاز التعسفي والتعذيب الذي طال كثير من الناشطات في العاصمة صنعاء وفي مجموعة من المحافظات اليمنية التي ترزح تحت طائرة سلطة الحوثي الغاشم، منع الوصول للمساعدات وعرقلتها للمرأة بالذات والطفل خاصة، ونحن نعلم أن في اليمن يتصدر الرجال لهذا الأمر. الحق في الغذاء والماء لم يعد مطلبان يعني أو حقوقيان للمرأة والطفل في اليمن، لأنه الآن لا توزع المساعدة الغذائية ولا تشمل أيضا الأطفال المواد المحسنات الغذائية التي كانت توزعها الأمم المتحدة ما قبل 9 سنوات و8 سنوات، وقفت هذه المواد، وهذا انعكس على أنه تموت كل 4 ساعات امرأة ويموت كل دقيقة واحدة طفل يمني جراء نقص هذه الغذاء والماء والخدمات الصحية. نعم. طيب دكتور إيهاب، التنقل، نعم. وتمييز وما يحدث من تمييز وما يحدث من حرمان صحي وحق العمل، والتمييز أيضا واسع النطاق كما تحدث تقريركم. نعم. التمييز الواسع النطاق له أشكال متعددة. نعم. يعني من ضمنها الحركة والتنقل، من ضمنها الزي، من ضمنها أمور كثيرة جدا. نعم. وأيضا عدم حقية المرأة للعمل في وظائف معينة، هذا يعتبر تمييز واسع النطاق. نعم. طيب نعم دكتور، الميليشيات الحوثية لم تكتفي بكل هذه يعني الجوانب التي تحدثت عنها، وإنما زجت بالنساء بالسجون، اختطفتهن، اعتقلتهن، مارست في حقهن أبشع الجرائم والانتهاكات. نعم أستاذي، لكن من هم في السجون، وهذا أحد إلحاق الضرر بالمرأة، وهو الاحتجاز التعسفي والتعذيب. نعم. لكن ليست المرأة اليمنية كلها في سجن الحوثي، وليست كل المرأة اليمنية في طالها التعذيب الحوثي داخل المعتقلات، ولكن هم في سجن كبير ما دام هم يحكمهم جماعة الحوثي في محافظات الغير محررة. هم يعذبون بالطعام والصحة ويصل المطاف بهم إلى الموت وهم خارج هذه المعتقلات. أيضا لا نريد فقط أن نركز على من هم في المعتقل، فهم أعداد يعني معروفة ويعني نعرف تماما الملابسات لهذه الاعتقالات. نعم. ولكن والبعض آخر الآخر أيضا هي تصفية حسابات
كأوراق محروقة لدى الحوثي.